في الختام تذكير بأهم وأبرز العناوين. صلاح الدين تنام وتصحو على انطفاء تام للكهرباء الوطنية، والسكان يتساءلون عن سكوت السياسيين على الأزمة منذ 10 أيام. على بعد أمتار عن دجلة، منطقة البوعجيل والدوانم تشكوان عطش حزيران اللاهب، ومنتزه البلاش في تكريت يرفع أسعاره 100%. السودان يكشف عن تعاون استراتيجي مع فرنسا بمنظومة الرادارات المتطورة، ومختصون يحذرونه من التوظيف السياسي لأزمة الكهرباء. البيت السياسي السني يطالب رئاسة الجمهورية وقف المصادقة على الإعدامات قبل مراجعة الأحكام، ولهيب حزيران يمنح العراقيين استراحة الأحد. إلى هنا نصل لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.